وبركاته. أسعد الله يومكم كل خير. معاكم أخوكم محمد بخاري من قناة شركة بروج العقارية. طبعا حاليا متواجدين في منطقة بيليتلي، عندنا مشروع ما شاء الله مكون من عدة عماير، راح نصور لكم بإذن الله تعالى الشقق المتوفرة فيها. طبعا الخدمات اللي فيها مساحات خضراء، جلسات عائلية، عندنا ألعاب أطفال، مواقف سيارات مغلقة ومكشوفة، بالإضافة إطلالات كاملة على البحر مثل ما انتم شايفين، إطلالات كاملة على البحر. طبعا مقابلنا مباشرة المطار، راح نصور لها لكم من الإطلالة بشكل أوضح. طبعا هذه العمارة البلوك A راح نصورها لكم بإذن الله تعالى بالتفصيل. فيها شقق ثلاث غرف صالة، كل طابق عندنا فيها أربع شقق، شقتين لها واجهة أمامية على البحر والطبيعة، وشقتين واجهة خلفية كاملة على الطبيعة. بإذن الله تعالى راح نصورها لكم الآن بالتفصيل، خلوكم إياها. الآن للطابق الثالث، طبعا هذه الشقق الخلفيات لها إطلالات أيضا على البحر والطبيعة، إطلالات كاملة. وهنا عندنا المصعد تبع العمارة، طبعا العمارة ما كملت سنة حاليا، لسه جديدة، والشقق اللي فيها زيرو غير مستخدمة. احنا في الطابق الثالث، شقة رقم 9، راح أصورها لكم الآن. المساحة 177 متر مربع. أول ما ندخل عندنا ما شاء الله تبارك الله مساحة كبيرة جدا للمدخل، وعندنا هنا الانترفون عن طريق الكاميرا. على يميننا مباشرة عندنا الصالة، ما شاء الله تبارك الله، مساحة أيضا كبيرة وشرحة، إطلالة كاملة. عندنا نظام التدفئة طبعا متوفر أيضا، كما تلاحظون هذه الإطلالة الأمامية للشقة. إحنا الآن في الطابق الثالث، إطلالة كاملة على الطبيعة. قدامنا مطار طرابزون، إحنا في منطقة بيليتلي. وهنا البلكونة الأمامية أيضا مساحتها ما شاء الله تبارك الله تقريبا 3×3، تعتبر مساحة جيدة جدا. شوفوا معايا الإطلالة ما شاء الله تبارك الله، إطلالة كاملة على الطبيعة. بالإضافة إلى البحر على الطبيعة، على البحر. طبعا احنا في الطابق الثالث، بلكونة مشتركة بين المطبخ والصالة. هنا عندنا الممر الموزع للغرف، هذا المدخل، مدخل الشقة. صراحة الألوان فيها جميلة، الأرضيات فيها باركيه حتى تحافظ على التدفئة أيام الشتاء. هنا عندنا المطبخ، طبعا جديد، المطابخ فيها جاهزة، مخرجها للبلكونة. وعندنا هنا الغرفة الأولى، أيضا مساحة جيدة ما يقارب 4×3.5 تقريبا، إطلالة كاملة على الطبيعة. وهنا عندنا دورة المياه الأولى، نظام عربي أكرمكم الله، ممكن تحولوها للأفرنجي. هذه الغرفة الثانية، مثل ما تلاحظون الشقة شرحة ما شاء الله، ماخذة زاوية على ثلاثة واجهات أو على واجهتين نقدر نقول. وهنا عندنا دورة المياه الرئيسية أكرمكم الله، هنا عندنا المروش أيضا مساحة جيدة، عندنا الكلوزيت، وهنا المغسلة. وهنا غرفة النوم الرئيسية لها بلكونة، أيضا بلكونة مميزة، هذه إطلالتها على البحر والطبيعة، إطلالة كاملة. هنا عندنا دورة المياه تابعة لغرفة النوم الرئيسية أيضا متكاملة، ما شاء الله تبارك الله، مجمع سكني متكامل قريبة من المطار. أيضا عندنا الخدمات اللي هي المواصلات قريبة منها أيضا، باصات البلدية اللي تعدي للميدان.
طبعا الموقع مميز جدا، قريب من جميع الخدمات، عندنا المول، مول الفورم، الجامعة قريبة أيضا، وهذه الإطلالة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم.